كثير من السيدات بحبوا يحطوا لأولادهم ساندويشات البينات باتر، زبدة الفول السوداني، حتى كثير من الكبار والرياضيين بحبوا يستخدموها. بس أولاً خلينا نحكي شو فوائد زبدة الفول السوداني. إذا زبدة الفول السوداني فيها عدة فوائد غذائية، خلينا نحكي على السعرات. المعلقة الكبيرة فيها 90 سعرة حرارية، ولكن كمان فيها قيمة غذائية كتير مهمة. أغلب المكونات زبدة الفول السوداني هي عبارة عن دهون، وهاي الدهون غير مشبعة واللي هي مفيدة جدا لصحة الجسم. نسميها دهون غير مشبعة متعددة أو أحادية، وهي بعكس الدهون المشبعة اللي هي بتضر جدا بصحة القلب. كمان في عنا فيتامين زي البي فيتامينز، وفي عنا فيتامين اي اللي هو من المواد المضادة للأكسدة. كمان في عنا نسبة من الأملاح زي المغنيسيوم، مهمة جدا كمان لعمل العضلات. كمان في بزبدة الفول السوداني نسبة عالية من البروتين، المعلقة الكبيرة تقريبا فيها 4 جرام من البروتين، وهذا مفيد جدا. هيك عم ناخد خلطة نسبة من النشويات ونسبة من البروتين المهم جدا للشخص. فبالتالي هي عبارة عن سناك مغذي طيب ولذيذ، فيه بروتين، فيتامينز ومعادن، كمان دهون غير مشبعة مفيدة جدا لصحة الجسم والقلب. طيب بس المشكلة انه في عنا اشي اسمه دهون مهدرجة، وكتير من الامهات بس يشوفوا على الملصق الغذائي مكتوب دهون مهدرجة. هل هاي الدهون خطيرة ولا مش خطيرة؟ خلينا نحكي اول شو هي الدهون المهدرجة. الدهون المهدرجة هي عبارة عن دهون عبارة تهدرجت، يعني هم زيوت ضافوا عليها هيدروجين عشان يحولوها لملمس صلب، وتستخدم كتير في الصناعات لانها لها فوائد كتير في الصناعة. اول اشي هي رخيصة الثمن، مش كتير غالية. كمان إلها فوائد بملمس الطعام اللي تستخدم فيه، فمثلا تعطي نكهة كتير لذيذة للمخبوزات، فكتير بيستخدموهم بالكيك والبسكوت وغيرها. وبزبدة الفول السوداني ليش بيستخدموها؟ لأنه عادة إذا إحنا منجيب فول سوداني عادي ومنطحنه وبنتركه، فمنلاحظ إنه في طبقة زيت بتفصل هون، بفصل. هذا طبعا مش إنه خربان، ولكن إذا منحركه بنقدر نتناوله، بس مش كل الناس بيستصيغوا هاي الحركة أو هذا الطعم. فبالتالي بيضيفوا دهون مهدرجة لأنها بتساعد إنه لما نفردها تنفرد بسهولة، طعمها بيصير ألذ، وبالتالي كمان ما بيفصل الزيت. ولكن نعرف إنه كتير في أبحاث طلعت على الدهون المهدرجة، إنه إحنا لما نهدرج الزيوت عم بتكون نوع من الدهون الخطر جدا اللي بنسميه الترانس فات أو الدهون المتحولة. وهاي الدهون بحسب كتير دراسات إذا بنتناولها بكثرة رح تزيد مشاكل القلب والمشاكل القلبية وغيرها. فبالتالي صار في عنا توجه من كتير من العلماء والأطباء إنه إحنا لازم يعني يكون في عنا تأثير على المصانع وغيرها عشان يقلل من الدهون المتحولة اللي بتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب. فبالتالي بعد تقريبا سنة 2007 صار في عنا توصيات جديدة انه احنا الدهون المتحولة لازم تكون تقريبا صفر، ونغير بتصنيع الدهون المهدرجة. فبالتالي شو صاروا فيه؟ اذا منلاحظ على العبوات البينات باتر وغيرها، او حتى العبوات اللي بنستخدم فيها الكيك وغيرها، بتطلعوا على المكونات بكون مثلا مكتوب زيوت مهدرجة كليا او زيوت مهدرجة جزئيا. شو الفرق بيناتهم؟ الزيوت المهدرجة جزئيا يعني بضيفوا جزء من الهيدروجين وبيهدرجوه، لكن مش بشكل كامل، يعني بضل في مجال انه نضيف هيدروجين. هلا لما يهدرجوه جزئيا احتمالية وجود الدهون المتحولة او الترانس فيها كتير اعلى، يعني ممكن يكون فيها نسبة عالية من الدهون المتحولة. اما لما يهدرجوه الزيت بشكل كامل، فنسبة انه يكون في عنا ترانس فات او دهون متحولة قليلة جدا او ممكن تكون زيرو. عشان هيك صار في تغيير في الصناعات، صاروا يستخدموا زيوت مهدرجة كليا احسن من الزيوت المهدرجة جزئيا. فنصيحتي لك ولكل ام، كيف نقدر نختار البينات البتر صحي لما نروح ونعمل تسوق صحي؟ اول اشي بدنا نعمله، بدنا نشتري بينات بتر او زبدة فول سوداني. اذا كان في عنا البينات بتر الاورجانيك الطبيعية اللي هي بدون اي سكر او بدون زيوت مهدرجة، هذا كتير منيح ونقدر نميزها بكل سهولة حتى لو ما قارنا او قرأنا على المكونات واللائحة الموجودة. تلاحظي علبة زبدة الفول السوداني الطبيعية الزيت هيك لفوق مش خالطة بشكل كتير منيح، واذا طلعتي على المكونات بكون مكتوب فقط فول سوداني بدون زيوت مهدرجة، بدون زيوت متحولة، بدون دهون متحولة او بنسميها احنا الترانس فات. فبالتالي هذا احسن خيار. بس مرات في اطفال بحبوا زبدة الفول العادية اللي تعودوا عليها،
فمنطلع على العبوة نشوف إذا مكتوب trans fat يكون مكتوب عليها zero، يعني خالية من الدهون المتحولة أو منسميها بالإنجليزي trans fat. ثاني إشي نطلع عليه على المكونات، يفضل يكون إذا اضطرينا نستخدم عبوة فيها زيوت مهدرجة يكون مكتوب زيوت زيت مهدرج كليا وليس جزئيا، هذا ثاني إشي بتقدر تستخدميه. رابع إشي بنقدر نعمله عشان نقلل كمان من هالدهون المتحولة، قد ما نقدر نبتعد على الأطعمة المقلية، وقد ما نقدر ما نشتري أشياء من السوبر ماركت وبالمحلات. وإذا حابين نعمل كيك وبسكوت بالبيت نقدر إحنا نعمله لولادنا، لأنه أنت بتعرفي شو نوع الزيت اللي مستخدميته. إذا استخدمتي زبدة بيكون أحسن، مش زي بعض الزيوت اللي ممكن تكون شوي رخيصة وغير صحية وتستخدم في الصناعات. فهاي بعض النصائح اللي أنت تقدري تستخدميها، وبرجع بأكد عليك بتطلع على الملصق الغذائي، كتير مهم إنه نشوف إنه خالي من الترانس فات. أحسن يكون طبعاً ما في زيوت مهدرجة، بس إذا اضطريتي تاخدي زيوت المهدرجة كلياً وليس جزئياً. فإذا البينات بتر هو سناك لذيذ صحي، فيه بروتين، فيه دهون مفيدة، نقدر نستخدمه بالطبخ حتى بالوصفات الصحية بدل الزبدة بالكوكيز وغيرها. بس لازم نشتري هالمنتجات بطريقة صحية ونقرأ صح على الملصق. لمزيد من المعلومات والمقالات والوصفات الصحية ما تنسوا تدخلوا على موقع الإلكتروني www.rubadiet.com. كمان ما تنسوا تعملوا سبسكرايب بالقناة تاعتي اللي هي اسمها دكتور روبا مشربش، فيها فيديوهات كتير حلوة عن التغذية، وأكيد رح أنزل المزيد من الفيديوهات المفيدة.